تؤكد وزارة الداخلية على ضرورة المواصلة في تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، والتي يأتي في مقدمتها لبس كمامة الوجه والالتزام بالتباعد الاجتماعي. تواصل وزارة الداخلية بعزم لتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، وتؤكد على المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بلبس كمامة الوجه والالتزام بالتباعد الاجتماعي في ظل الظروف الراهنة وما تشهده المملكة من ارتفاع ملحوظ في أعداد الحالات الغير مسبوقة. مديرية شرطة المحافظة الشمالية مستمرة في اتخاذ إجراءاتها القانونية لمخالفة الأشخاص الغير ملتزمين بقرارات اللجنة التنسيقية، حيث أنه تم مخالفة 13,289 شخص واتخاذ 1,702 إجراء للمحافظة على التباعد الاجتماعي والقيام ب 1,237 حملة توعوية بعدة لغات. واقعا أن سلوك المجتمع الواعي يتطلب مواصلة الالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة من اللجنة التنسيقية والتحلي بروح المسؤولية الوطنية وعدم الخروج من المنزل إلا للحاجات الضرورية والمحافظة على التباعد الاجتماعي وارتداء كمامة الوجه في الأماكن العامة. الالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل أفراد المجتمع هو السبيل في خفض عدد الحالات القائمة، خصوصا وأن هذه المرحلة تتطلب مزيدا من الالتزام، وذلك حفاظا على صحة وسلامة الجميع. هاي الإجراءات الاحترازية لمصلحتكم ومصلحة البحرين كلها، هو كلها كمام، في أكثر من نوع من الكمام، اشتري اللي رايحك والتزم فيه. الدول يقيسون تحضرها وتطورها بالالتزام والوعي لشعوبها، احنا شعب البحرين واعي، بس في هالفترة لازم نلتزم. احنا نحتاج لفترة بسيطة الأسابيع هذه نلتزم فيها وإن شاء الله بنكون على أحسن ما يكون. الالتزام هو بسيط، ترى هو التباعد الاجتماعي ولبس الكمام، ما مطلوب منك شيء ترى، يعني هذا على الأقل نطبقه بشكل صحيح. التباعد الاجتماعي الحين هو المشكلة الرئيسية وخاصة بالنسبة إلى العوائل، ننتظم والعدد يقل عندنا ورايح الأمور كلها ترجع إلى طبيعتها، وترى شيء يرجع لنا احنا. يبقى توحيد الجهود المشتركة والمبادرة بمضاعفة كل فرد لجهوده في حث من حوله بتشديد الالتزام بالإجراءات الاحترازية في كل الأوقات مسارا آمنا للوصول إلى بر الأمان.